بص يا حبايبي، دلوقتي الجرامر اللي موجود في يونت 10 بتقسم جزئيتين يا خديجه. الجزئيه الاولى اللي بتتكلم فيه الديدكشن، وده اوريدي احنا كنا شرحناه قبل كده في يونت 4 اللي هو متعلق بالمودال فيربس. الجزء الثاني بيتكلم عن الباست هابتس، وده اوريدي احنا كنا شرحناه برضو في يونت 1، ولكن بإضافة بسيطة جدا هو مركز فيها. فركز كده معايا يا دكتور انت وهو. اول جزئية هو بيتكلم في الديدكشن. افكرك احنا كنا عملنا ايه في جزئيات الديدكشن قبل كده. في الديدكشن في يونت 4 لما جينا شرحناه قلنا ان بيبقى فيه عندك استنتاج لموقف معين. الاستنتاج ده الديدكشن اهو. استنتاجك ده بتوصل بيه انت لسيرتينيتي، يعني يقين معين. الاستنتاج بتستخدم موديل علشان تعبر عنه. لو انت هتتكلم في البريزنت ايا كان الموديل اللي انت بتستخدمه ده بيجي وراه الانفينيتيف. اما لو الاستنتاج في الباست فبيجي بعده هاف وباست بارتيسيبل على اساس ان ده اسمه بيرفكت انفينيتيف وان الشيء ده شوقي تم. طيب نقول كمان يبقى عندنا حاجه اسمها ديدكشن اللي هي موضوع الدرس الاولاني في يونت 10 خدناها قبل كده. استنتاج، الاستنتاج ده بيبقى بنسب بيقين معين. لو هتستنتج في البريزنت فبيجي وراه الانفينيتيف، اما لو استنتاجك في الباست فبتستخدم البيرفكت انفينيتيف اللي هو هاف والتصريف التالت. طيب انا دلوقتي عندي مصطلحات. المصطلحات دي زي ايه؟ زي I am sure، انا متأكد. زي It's certain، من المؤكد. زي It's definite، من المؤكد. كل دي مصطلحات هتديني ان انا sure ان في حاجة بتحصل او ما حصلتش. طيب نبص بقى للنسب. لو حضرتك بمنتهى البساطة بنسبة 90% متأكد ان الحاجة بتحصل فبتستخدم must. لو متأكد بنسبة 90% ان الحاجة ما بتحصلش او ما حصلتش فبتستخدم can't. خدي بالك يا حبيبة couldn't معاه، can't او ايه او couldn't. اما لو المرحلة بتاعت من 30 لـ50% او 70% فانت بتستخدم اما may اما might اما could. يا may يا might يا ايه؟ يا may يا might يا could. نفكر بعض كده بالكلام. لما كنا بنتكلم في البريزنت واقول I'm sure she studies hard، انا متأكد انها بتذاكر كويس، يبقى she must be clever، she must be successful، she can't be أو she couldn't be stupid، she has a lot of money، she must be rich، she can't be poor. طيب لو جيت اتكلمت في الباست she was smiling after the exam yesterday، هي كانت مبتسمة بعد الامتحان امبارح، يبقى she must بما انه تم كانت مبتسمة. فانت عاوز تعبر ان معنى تم في الماضي هي اكيد جاوبت كويس، فبتقول she must have answered well، she can't have answered badly. طيب my keys او my father's keys were on the table، كانت على الترابيزة، يبقى هو اكيد ما اخدش العربية. he can't have taken the car، he must
have walked or must have taken a taxi. إنما لو في مرحلة البينة بينة ومرحلة البينة بينة دي يا مس خديجة حضرتك عندك كتير تقولي. يعني يا خديجة لو قلتي I'm not sure, أنا مش متأكدة, perhaps, ربما, it's probable, من الممكن, it's possible, برضو من الممكن, I don't know, معرفش, I don't think so, ما اعتقدش, I haven't decided yet, لم أقرر بعد. كل الكلام ده دليل ان انت مش عارف هو ايه بالظبط الموضوع. ففي الوقت دوت بيبقى عندنا يا مية مايت يا مية مايت يا كود يتساوب هنا في التشويسز ماي او مايت او كود. ممكن يكون بيحصل وممكن يكون حصل. كان في تركيبة قلتها لكم خدوا بالكم منها لانها بوشين وبتيجي بمعنيين مختلفين قبل ما نحل. اللي هي مين يا شباب؟ كود هاف والتصريف الكام؟ لسه احنا قايلين ان ممكن يكون حصل. Did حسين come to the party yesterday؟ هل حسين جه الحفلة امبارح؟ وطبعا عشان have والباست participle فانا اخترت الباست قلت did. ففي الوقت ده لو قلت I don't know, انا ما اعرفش, he could have gone to the party, يبقى انت تقصدي هنا انه ممكن يكون ايه راح للحفل. ادي اول احتمال لفهم المعنى بتاع كود هاف والتصريف التالي. اما المعنى التاني يا حسين اللي هو كنت ايه بس ايه يا ابني, كنت اقدر بس ما عملتش, مش ما قدرتش, كنت اقدر بس ما عملتش. يعني I could have gone out yesterday, انا كنت اقدر ان انا اخرج امبارح, but I preferred, انا فضلت to stay at home, ان انا اقعد في البيت and study physics, وقعد اذاكر فيزياء مثلا. يبقى انت الخلاصة عندك بالظبط هنا يا حبيبة هما اربع نقط في الدرس ده. متأكد ان الحاجة بتحصل must, متأكد ان الحاجة ما بتحصلش can't, متأكد مش متسوري مش متأكد بين يبقى يا مية مايت يا كود. الجملة مضارع تبص للادفرب اوف تايم فهتلاقيه بريزنت فحط انفينيتيف. الجملة ماضي فهتحط هاف وتصريف تالت. انما التركيبة الاخيرة اللي هي كود هاف والتصريف التالت ليها معنيين, ممكن يكون حصل وكنت اقدر بس ما عملتش. طيب ده بالنسبة للجزء الاولاني. في جزء تاني كنا خدناه برضو عن وظائف المودال فيربز لما بستخدمها مع البيرفكت انفينيتيف اللي هو يا فطومة should have والتصريف الكام التالت, او shouldn't have والتصريف التالت. وقلنا ان سواء should او سواء ought to, shouldn't او oughtn't to, قلنا ان ده بيستخدم to express blaming, ده بيعبر عن الايه, اللوم او الريجريت او الندم. يعني حضرتك you parked in a no parking area, ركنت في منطقة ممنوع فيها الركنة, فانا جاي اتخانق معاك واقولك you shouldn't have parked here. ما جبتش درجات حلوة في الامتحان فاجي اتخانق معاك واقولك you should have studied here, صح كده؟ طيب ده بالنسبة للجزء بتاع الجرامر اللي موجود الاول في يونت 10. ده اول جزئية كده نكون خلصناه كويس. بس انا عاوز نحل. دكتور عبد الرحمن بيج 142 يا عبد الرحمن بيقول هنا في الديدكشن تاني الاستنتاج, بيقول استنتاج مثبت قائم على دليل قوي في المضارع. لو الجملة اكتف بستخدم ماست والانفينيتيف, لو الجملة باسف
بيبقى must be والباست participle. يعني مثلا خديجة studies hard, she must be clever, ادي active. خديجة is crying now, خديجة بتعيط دلوقتي, she must be punished, هي اكيد اتعاقبت. فده passive. لما نيجي نتكلم على past فبستخدم must have والباست participle. خديجة was smiling, يبقى she must have got high marks in the exams او she must have answered well. انما لو الجملة passive بقول خديجة was crying yesterday, adverb of time past, يبقى اكيد اتعاقبت, يبقى ده passive deduction, يبقى she must have been punished, هي اكيد اهي must have been punished. فخلي بالك التارجت بتاعك يا دكتور عبد الرحمن هنا في الاربع الجمل دول انت بتعمل استنتاج بالايجاب, اكيد حصل او اكيد ما حصلش. فيلا كده مع بعضينا, اول واحدة number one, علي happy, he has just won a gold medal, he must be happy لانه لسه فايز بميدالية ذهب. السؤال الثاني, the order to the wrong address yesterday, بالامس, excellent, must have been sent. Number three, he called, he isn't wearing a jacket. هنا 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 معلش للتوضيح, الجملة دي لو طالب كتبها can't be فأنا شايف انه صح, ولو must be انا شايف برضو انه صح. قول يا عم ليه بقى؟ لو الطالب ده قال لي he called so وام جاي في جملة تانية اما قال لك بيكوز في النص, يعني مرة سو في النص ومرة بيكوز في النص, هو بردان, هو مش لابس جاكت, هو بردان, يبقى هو اكيد مش لابس. ففي واحد يقول لك كده because خلاص he cold, he isn't wearing a jacket, he can't be cold, ولا he must be cold because he isn't wearing a jacket. تبقى must be لو because, انما مع so he can't be cold, هو اكيد مش بردان, لذا هو دلوقتي مش لابس ايه, مش لابس جاكت. ادي وجهة النظر, ماشي كده دكتورة خديجة؟ طيب مستر, لا ده موجود ولا ده موجود, همشي على الترتيب الطبيعي, انه هو بردان عشان هو مش لابس جاكت, يبقى هو ايه بردان عشان هو مش لابس جاكت, ده انا لو ترجمتها كده يبقى he must be. يعني الترتيب الطبيعي اللي يجي في دماغ الطلبة الاول he must be, بس لو حد فكر فيها ان he can't be cold, هو اكيد مش بردان لانه مش لابس جاكت, طب ما هتمشي. عشان كده بقول لكم ان الاجابتين يمشوا, وعلشان كده انا قلت لكم في الاولى لو كانت بيها نحط سو, ولو ماست بيها حط بيكوز. ليك تعليق يا بوت زينة؟ لا لا. تمام. Number four, it's unusual for him to be late, يعني مش طبيعي ان هو يتأخر, مش طبيعي ان هو يتأخر. He must have missed the train, ادي موقف بعينه. طيب نفس الكلام يا استاذة اسماء, لو متأكد ان الحاجة ما حصلتش كانت والانفينيتيف, متأكدة انه ما حصلش باسيف كانت بي باست بارتيسيبل, لو الموضوع باست كانت هاف وباست بارتيسيبل او كودنت هاف, ولو الموضوع باسيف باست كودنت هاف او كانت هاف بين والباست بارتيسيبل. شوقي, they launch, هما الغدا, their food is still in the fridge, الغدا لسه في التلاجة, يبقى هما ايه الغدا؟ مش سامع؟ can't have had lunch, اكيد ما اكلوش علشان الغدا لسه في التلاجة, can't have had. السؤال اللي بعده, he at the cinema yesterday, he didn't get out of his house at all, ما خرجش من بيته حبيبة خالص, يبقى he mustn't have been. طيب انا اسألك سؤال, mustn't اللي عرفه انها بتستخدم في البريبشن, الحظر او المنع او التحريم, وبيجي دايما وراء infinitive بمعنى اياك, you mustn't smoke here,
انا عمري ما شفت في الديدكشن ماست. ما هو متاكد انه بيحصل ماست؟ متاكد انه ما بيحصلش؟ اكونت يا كودنت وماست هاف والباست بارتيسيبل ما حصلتش في الانجليش اصلا يا بيبو. ما كلنا صايمين يا بيبو، صلى على النبي في قلبك كده. اه يبقى في الوقت ده الاجابه هتبقى ايه؟ هو اكيد ما كانش في السينما امبارح عشان هو ما خرجش من البيت، اكيد ما حصلش. ادي كودنت هاف، والتصريف الثالث من ووز اوير بين، هي كودنت هاف بين ات ذا سينما يسترداي. طيب اللي بعده يا حبيبه، سام وان ذا دور ات ووز اوبن وين اي جوت هوم، واحد الباب كان مفتوح لما وصلت. طبعا لوك يقفل. نعم يا فندم. قولي قولي ما تخافيش والله العظيم انت طيبه وجميله. قولي قولي قولي. ابوز دماغ اهلك يا حبيبه، اطلب منك طلب واحد يا حبيبه. حبيبه شربات ايه؟ اقول لك ايه؟ علي واهدي كده. ده اسمه ايه؟ ده اسمه انجلش يا عمر. حلو انجلش، تخش بسم الله الرحمن الرحيم. انا بتكلم في انهي زمن؟ ايوه يا باشا انت كويس اهو. انت بقى قاعده تهزي وراحه جايه ما بين ده وما بين ده عشان مش مركزه في الزمن. يا امي يا حبيبتي. واحد ايه الباب؟ طب بيفتح؟ طب فاتح؟ ما انت مش عارفه، ما انت قاعده تقولي اي كلام في اي كلام. ركزي، اول حاجه الادفرب اوف تايم اهو ات ووز اوبن، يبقى الموضوع ماضي ولا مضارع؟ ادي اولنا خلاص. الباب كان مفتوح وين اي جوت هوم، يعني انا بتكلم فين كده؟ يبقى السيكونس اوف تنسز تتابع الازمنه فين؟ ماضي. يبقى بالنسبه لي في سياسه الاستبعاد، امشي يا وحش يا كان لوك، امشي يا وحش يا كانت لوك. ماشي بقى اخر اهدي. في اتنين بقى كانت هاف لوكد، اكيد ما قفلش خلاص الباب لان كان مفتوح، وفي كان هاف لوكد ممكن، واساسا مش من ضمن حتى الحاجات اللي بقول بيها ممكن. احنا قلنا يا مي يا مايتي ايه يا كود، مش كان حتى. يعني بسياسه الاستبعاد، بالاستخدام، بتتابع الازمنه، بكل حاجه، الثلاثه دول التانيين ما ينفعوش. ابوز دماغكم. 50 من 50 في الانجليزي والله مضمونه، بس خمسه تركيزه بس، تركيزه يا ام سنه. يبقى الاجابه تبقى ايه؟ ايوه واحد اكيد ما قفلش الباب عشان كان مفتوح لما وصلت. السؤال اللي بعده ذات بي هيز كار، بص بقى هي از ايوه يا اختي كميله ايوه كده اهدي. هي از تو بور تو افورد، يعني ايه افورد؟ يتحمل نفقات. ساتش ان اكسبنسيف فيكو، هو ما يقدرش يصرف على عربيه زي كده. يبقى دي ايه عربيته؟ مش عربيته تبقى بالظبط يبقى كانت. كانت ايه بقى؟ ناقصه فعل في السؤال اصلا، المفروض كان يستخدم. ايوه يا فندم كانت بي. طب موجود خلاص، حقك عليا، انا فاكرها مش شايفاه، قلت يمكن طوس تقول لك صايم. اللي بعد نرجع نكمل يا بيب. ما تخافيش يا حبيبي انا مش جايبك انت، انت صوتك اللي طالع بس. نرجع بقى نكمل. بين يا خديجه، ربما يمكن لو الموضوع يا خديجه هيبقى كود وماي ومايت والانفينيتيف. كود وماي ومايت، خد بالك يا حبيبي اللي ما كانش فيه كان. ها كود وماي وايه؟ ممكن، احتماليه، مضارع ومستقبل. انما لو الموضوع ماضي يبقى كود او ماي او مايت هاف والتصريف الثالث. طب لو ده مبني للمجهول في البريزنت، احط هنا بي وتصريف ثالث. Do you know why حبيبه is crying? I don't know. She could be punished. طب لو الجمله ماضي، she might have been punished, she could have been punished, she may have been punished. طيب اتفضل يا فندم. رقم 9 I use your mobile please. ده هنا asking for permission، استئذان، او ممكن نقول request. الثلاثه ينفع. Can I use your mobile? Could I اكثرتها ادوبا use your mobile? May I asking for permission؟ فالإجابة الثلاثة. طب واللي بعديه؟ I think Mr. Tariq famous in the future. بحطها يبقى الإجابة.
ايه؟ التلاتة برضو ينفعوا. اعتقد ان مستر ممكن يبقى مشهور في المستقبل ان شاء الله. احتمال يعني. وكود بار وماي يبقى ايه وبي وايه؟ وسي. طيب. كود اف والتصريف التالت قلنا ليه اكتر من احتمال. ممكن يكون حصل. خلاص؟ ممكن يكون حصل. لكن. وكنت اقدر اعمله ولكن ما عملتش. وفي بقى الله اعلم يعني ما اعرفش يعني حصل ولا ما حصلش لو انا مش متاكد من الموضوع. يعني ممكن يكون حصل او كنت اقدر بس ما عملتش. may و might و have انا ما اعرفش. طيب couldn't have والتصريف التالت اكيد ما ايه زيها زي can't have والتصريف التالت. استاذه جوانا بعد ال جوانا رمضان فيرجن مبروك الاجابه الاول. شكلك في حال. اول سؤال I harder انا بجد اكتر. But I was too lazy and that's why I failed the exam. ولهذا انا فشلت في الامتحان لان انا was lazy. I could have studied. انا كنت اقدر اذاكر والله بس انا كنت كسلان شوي. عشان كده سقط. يا ساتر. اللي بعد 12. They the race if they had trained harder. لو اتدربوا احسن يا مس جوانا كانوا يقدروا يفوزوا يعني بس ما فازوش هم. طيب. She the bus. That's why she arrived so early. عشان كده هي وصلت بدري. That's why she arrived so early. And B could have taken the bus, may have taken the bus. ممكن تكون عملت كده عشان كده هي وصلت بدري. طب ليه ما تنفعش يعني نعم يا زياد. ماله 12 مش عرفوا ان هم ممكن يكونوا بينصحوا لو اتمرنتوا كويس ممكن تكسبوا. انت ممتاز اقسم بالله. قول اللي انت بتقوله بقى ده تاني كده عشان اقوم اديك بالبنافع هناك. معلش يا جماعه احنا نرجع لرقم 12 تاني عشان زياد احلام العصاري والصيف. معلش انت بتتكلم في رقم 12 صح؟ هم السبق لو كانوا اتدربوا افضل. هي الجمله بعد ايه في جاي وراها باست بيرفكت صح؟ وباست بيرفكت ده بيبقى ندم على حاجه حصلت اوريدي في الباست. يعني هم ما اتدربوش كويس فبناء عليه هم خسروا السبق. فاحنا بنقول ان لو كانوا هم اتدربوا كويس وده ما حصلش كانوا يقدروا يكسبوا وده برضو ما حصلش. فانت بتقول if they had trained hard they could have won. طيب انت بتقول ان انت بتنصحهم ان هم المفروض كانوا يعملوا كده. يعني المفروض كانت should مثلا دي وجهة نظرك. they should have won the race. كان يجب ان هم يكسبوا السبق لو كانوا اتدربوا كويس. فين should اصلا في الاختيارات يا ابني؟ مش قلنا هم اربع اختيارات ما بحطش خمس من عندي يا حبيبي. ماشي نرجع لرقم 13. ليه انت عاوز تعمليها كود هاف وما هاف مش ماست هاف؟ كملي كلامك. ايوه يعني بيقول لهذا هي وصلت بدري جدا جدا بقى صح؟ فهي الاتوبيس. فممكن تكون خدت الاتوبيس. ربما تكون خدت الاتوبيس عشان كده هي وصلت بدري جدا. ولا اكيد اخدت الاتوبيس ووصلت بدري جدا. ده على اساس لا ثواني ده على اساس ان انتوا اليومين دول انتوا بتركبوا الاتوبيس طبيعته ان هو بيبقى بطيء اصلا. يعني هل الاتوبيس بطيء؟ ايه اللي اجك قوى اللي انت بتقوليه ده مش منطقي. ها ايه بقى دنيتك؟ انا بتكلم في تشويسز موجوده عندك. انا شايفه ان ممكن تكون بوت او مين يعني هو مش لازم يكون اكيد اخذ الاتوبيس عشان كده وصل بدري.
بس ممكن يكون اخذ الاتوبيس. ده وجهة نظر. طيب الاجابه هتبقى ماست هاف ايه؟ تيك. اصل اللي هيوصل سو ايرلي ده يبقى اكيد اخذ مواصله خليته وصل بدري. لا مشي لا مشي ولا اخذ مواصله تعبانه. اللي بعد وبعدين وانتوا بتتكلموا ما تتكلموش على الاتوبيسات بتاعت مصر يعني ما تتعاملوش على انكم في مصر يا حبايبي. اللي بعد she there هما هناك. her car keys are still here هي هناك مفاتيحها ما زالت هنا. يبقى ايه هنا دي انا معاك انها ايه وايه كمان بي وبي. هل ليه بقى ايه وبي؟ لان هي بيقول لك هي اكيد ما سقتش لهناك لان مفتاحها لسه هنا. وكانت وكودنت الاثنين نفس المعنى. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ اي اند بي. طيب السؤال اللي بعده يا ياسين نمبر 15 يو ذيس موفي بيفور. انت يا حسين الفيلم ده قبل كده. It was very popular a few years ago. الفيلم ده كان مشهور من زمان قوي يعني ممكن يكون عدى عليه. ايه بقى الاجابه؟ ده اكيد ده اكيد. الاجابه يا فندم may have seen. السؤال اللي بعده the tourist American because he has an English guidebook. وبالله عليك شغل دماغك يعني انا دلوقتي يا خديجه ماسك معايا جايد بوك جايد بوك انجلش يبقى انا جنسيتي ايه؟ حد بيتكلم انجلش whether by American English British English بس انا معايا جايد بوك انجلش يبقى انا بتكلم انجلش. فلما يقول لي the tourist American because he has an English guide book يبقى ايه؟ might be American because he has an English guide book. السؤال اللي بعده I can't find my book. انا مش لاقي الكتاب. طالما انت مش لاقيه في الكتاب يعني ممكن تكون سبته في البيت. might have left. حلو كده ده فيها مشكله لغايه دلوقتي. شغل قديم. اسماء I don't know what time Lamia is coming. انا ما اعرفش Lamia جايه امتى. she here at any time. I don't know what time Lamia is coming. ايه؟ انا عاوز اسماء. قلت ايه يا فندم؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ يا اسماء يا اسماء يا اسماء. ممكن اسالك سؤال؟ والله بجد. يعني ليه اسماء احنا يعني معلش هو اللي بيعمل حاجه اكيد بيعملها ليها لازمه. ايه لازمه يا اسماء ان انا بعد الفعل الناقص هنا مثلا حطيتها في تصريف ثالث؟ يعني ده بيعبر عن ايه؟ انت كاسماء لما بتشوفي فعل ناقص ورايا في تصريف ثالث ايه اللي بيجي في دماغك؟ ولا حاجه. طيب اقول لك انا بقى ده بيديك حق ان الحاجه دي اوريدي تمت في الماضي يا امي في الباست. اوكي تمت فين يا ماما؟ في الباست. فانت بتقولي I don't know what time Lamia is coming. انا ما اعرفش Lamia جايه امتى. يبقى معنى الكلام ان الجمله دي بريزنت ولا باست؟ الجمله دي بريزنت صح؟ يبقى اي حاجه فيها اف وباست بارتيسيبل دي هتبقى سياسه استبعاد على طول. خلاص؟ اللي بعديها بقى can't get could get must get. can't get could get must get. ممكن تيجي هنا اي وقت. ما انا مش عارف. ماشي. انا بسالك يا حبيبتي. انا بسالك انت لما بتحطي مودل وبعديها في تصريف ثالث معناه ايه؟ طيب السؤال اللي بعده برضو انت يا اسماء. I the exam but I wasted the time. انا ضيعت الوقت. كنت اقدر اعدي الامتحان but I wasted the time. ماشي. السؤال اللي بعده we spent the weekend in the farm but we ate in Cairo. احنا قضينا الاسبوع
في المزرعه. بس كنا نقدر، مش المفروض، بس كنا نقدر نعمل كده يعني. اكيد يعني could have spent. حد ليه اعتراض على اي حاجه يا جماعه؟ فاهمه؟ في مشكله في الدرس ده يا تسنيم؟ في مشكله يا اسماء، خديجه، نور، روضه، كله تمام؟ رجالتنا هشام، ايمن، ها حسين. طيب بما انه تمام يا حسين، حل لي يا حسين الفرق ما بين شود هاف والباست بارتيسيبل وشود نوت هاف والباست بارتيسيبل. شود هاف اكيد حصل، شود نوت هاف اكيد ما حصلش، او يجب انه مكان ما يحصلش. لوم يا خديجه، شود هاف كان المفروض تعمل، شود نوت هاف ما كانش المفروض تعمل. طب يلا يا حسين، ريتال واز تيلينج لايز، ريتال كانت بتكذب يعني. سي يو شودنت هاف بليفد هير، ريتال كانت بتكذب، ما كانش المفروض تصدقها. والجمله الثانيه، ريتال واز تيلينج ذا تروث، ريتال بتقول الحقيقه. يو هير سي برضو، ازاي يو شود هاف بليفد هير، كان المفروض تصدقها. طيب اي ذات فايلنت فيلمز لاست نايت ذي جيف مي نايت ميرز، اي shouldn't have watched، ما كانش المفروض اتفرج على الافلام دي. Number 24 it was wrong that I wasted my time doing nothing this term I heard، كان شيء غلط ان انا ضيعت وقتي ما بعملش حاجه الترم ده، كان المفروض ان انا اذاكر اكتر من كده. Should ايه وايه انتاي؟ ايوه should have studied. يا ابني انت وهو، تعالوا كده اعلمكم حاجه. فقولوا اتفضل يا عم زياد، يقول لهم ايه طرق التعبير عن الباست هابتس. فيجي له حسين يقول له انا على الله حكايتي في الانجليزي، انا راجل فلاح فاهمني، بس ايه الهابت دي اساسا؟ فالاستاذ زياد يقول له عاده يا ابني كنت بتعملها في الباست وستوبد دوينج ات ناو، وتوقفت عن عمايل الشيء ده امتى؟ دلوقتي. بص يا اولاد، الباست سيمبل اللي هو لو التصريف الثاني الفعل اخره اي دي او شاذ، فاصحابه عيال صايعه وعارفين ان كده كده الباست سيمبل بيعبر عن باست سيتويشن يا روضه او باست هابت. يعني اي فيزيتد ماي جراند ماذر يسترداي، ده باست سيتويشن. انما لما اقول وين وي وير يونج، وارصد للي بيسمعني المده اللي اعتدت فيها القيام بالحدث 4 years، فكده اتقلبت باست هابت. فاقول اي بلايد ان ذا ستريت زي ما الاستاذه اسماء الطويله بتقول، او زي ما اقول when I was young I traveled a lot I visited my grandmother every Friday، وهكذا. نيجي للطريقه الثانيه. اتفضل يا زياد، برافو عليك، احنا اصحابك هنسقف لك اهو اهو، برافو. قول يا حبيبي تاني مثال، when I was young. يا اسماء خلي بالك زياد مجنون يعني، بعد ما يخلص الثمانية هيقوم باصص وهيقوم قايم ويقول لك انت قولي الثمانية اللي انا قلتهم، ولو ما ركزتيش بيقعد يتفتف بقى ويجي له تشنجات وهيضربك. اه فاحفظيهم، ده فكراني بهزر. طب هوريكي دلوقتي، خليكي ما تسمعيش. When I was young I traveled a lot. معاك الدواء يا زياد ولا سبته في البيت؟ ولا الدواء بتاع الصرع جبته ولا لا؟ ما جبتوش؟ استر يا رب، خلي بالك بقى، ركز معايا على طول. اسماء اول واحد اسالك الموضوع ده، لو ممكن نسال في الموضوع ده تلو عن تلو، صح؟ موضوع الصرع ولا الموضوع دوت؟ انا موضوع فيهم الصرع. اه سيبنا للصرع بعدين، ماشي قول يا فنان. ها ممكن نسال هنا تلو عن تلو عادي. ايه هاو كم اي واز بلاينج ان ستريت ناو، اصل انتل دي معناه ان انت بترتب حدثين اول وثاني. يعني I didn't forgive her until she had apologized. فهي لو هستخدم until فهي اعتذرت الاول وبعدين انا سامحتها. او I didn't allow him to enter the classroom until he had paid the expenses مثلا. هو دفع وبعدين المفروض ان انت سامحت له.
او even في الفيوتشر فاطمة want to leave until she has taken a permission, يعني مش هتمشي غير لما تاخد اذن. الموضوع بيبقى حدثين مرتبطين بواحد وتاني. انما انت لما بتقول when I was young فانت بتعبر عن حالة لما كنت شاب, انا كنت بعمل certain action في وقت معين او كنت بتعود اعمل ده, فمالوش علاقة. فاهمني؟ هو قصدي ان هو مثلا لو احنا كان في فترة معينة كنا بندخن لحد هيقول مثلا I used to, او هيقول I played, لو هو عاوز يقول I traveled a lot until I became older مثلا, ده اللي انت عاوز تقوليه. ايوه حلو كده. اوكي ماشي, يعني I traveled a lot, I played in the street until I was 16. يبقى هو هنا عملها ترتيب, خلي بالك, لأنه بيقول أنا لعبت في الشارع لحد ما بقى عمري كذا, وصولي للمرحلة السنية كذا ده عنده أنا بطلت أعمل كذا, ما عنديش مانع في دي تيجي عادي. بس المشكلة بقى في الأستاذ مش كده, بس أنا عارف دماغ زياد. زياد ممكن يقول لك إيه, يبقى معنى كده إن الباست بيرفكت لما أجي أقول في جملة مثلا إيه, when I was in Alex, when I was in إيه, in Alex I traveled, او سوري I saw, ولا had seen حبيبي. فانا اجي اقول له I saw, ليه ما ينفعش had seen, لان هنا مش ده سبق ده. فهو يقول لي ايه, لا بس مستر احمد العوامري وانا بكلمه مره وقمت ساله هي انتل تنفع, قال لي اه, وقالها لي بصياغه معينه كده اللي هي I played in the street until I was 16. ابني وانا عارف دماغه دي سم وصلت والكلام كله متسجل اهو, عشان بس ايه بين عليك ده دماغ زياد. فعلشان كده انا مش عاوز اديله فيها قطع يقيني, لا ما ينفعش. لو قلت when I was young I traveled a lot, هنا مش هقدر استخدم until الا اذا عملت اللي انا قلته. I traveled a lot until I married مثلا, انا سافرت كتير لغاية ما اتجوزت. وخلي بالك في الوقت ده بعد until مش هيجي الحدث الاقدم, لانه I had traveled a lot الاول, انا سافرت كتير until I married لغايه ما اتجوزت. وصلت؟ اقول تاني. نيجي بقى تاني طريقه, خلي بالك عشان يسالك وقال لك علم الرياضه والصرعه فتكير. تاني طريقه بقى انك بتستخدمي بعد الفاعل used to والانفينيتيف. وطبعا يا فندم حضرتك زي ما تيجي تقولي كده when اسماء was young, خدي بالك يا اسماء ان used to ممكن استخدم action و state. when اسماء was young she used to smoke مثلا يا اسماء, but now, لكن دلوقتي ربنا تبع عليكي وما بتدخنيش, but now she doesn't. او ممكن اقول when اسماء was young she used to be fat, she used to eat, be fat, but now she ايه اسماء, doesn't or isn't. ليه؟ لان انت بتنفي ايه يا استاذه ديجا؟ verb to be, هنا بتنفي be وهنا بتنفي smoke يا فندم. ماشي يا جوانا. بس يا جوانا مش بس الاثنين دول, مش بس الباست سيمبل خديجه ترافلد ولا خديجه يوزد تو ترافل, هم دول الطرق. في طريقه ثالثه بقى يا رحاب, يا سوري يا حبيبه, انك بعد السبجكت استخدمي بص يا امي. انت بنت قمر والله يا حبيبي. was aware و got, وكمان يا حبيبه ممكن تستخدمي became عادي. حلو. بص يا حبيبه اي فعل بيجي ورا صفر, وهقول لك الفرق بس. طبعا was aware used to ده وضع واحد حالته كده من زمان, يعني زياد صومالي, يعني صرع وعلم رياضه وصومالي, واخده بالك؟ فهو متعود انه يعيش في الجو الحار, هو كده جيناته كده, والموضوع جينات. فبقول زياد was used to the hot weather or was used to living in the hot weather. انما الاستاذ عبد الرحمن مصري راح قعد عند زياد في الصومال, فأكيد أول ما راح ما كانش متعود, ولكنه
اعتاد ذلك فيما ايه؟ يبقى he got used to the hot weather or loving the hot weather. عشان كده بقول لك انها بتساوي became تساوي grew لو استخدمها used to وverb by النجية او now. ادي ثلاث طرق خدي بالك يا اسماء عشان زياد والسارة. نقول تاني زياد traveled, زياد used to travel, زياد was used to traveling. اللي بعده جه زياد اما قايل لك ايه؟ بصي في اتنين يا اسماء دول تافهين كلمه هابت موجوده فيقوم قايل لك ايه؟ it was وتحط صفه ملكيه his او اسم وتحط ابوستروف اس زياد زابت to وبعد كده الانفينيتيف ايا كانت او تقولي اسمه زياد او ضمير يحل محله subject pronoun he was in the habit of وبعد كده تحط verb ing زياد used زياد traveled من الاول زياد traveled زياد used to travel زياد was in the habit of traveling it was زياد's habit to travel قد لا تشوف مشكلة was used to traveling زياد was in the habit of traveling it was his habit to travel ماشي خمسة هون ستة فن ستة بقى مرتبطين بالبريزنت سيمبل subject no longer يا بيبو وبعد كده البريزنت سيمبل تنس ومعروف ان لو الفعل مفرد يا حسين الفعل يبقى اخره يا ايمن اس او تحط الفاعل ودونت او doesn't any longer اللي هي بمعنى لم يعد الله ينور عليك وتحط الانفينيتيف يا اما اني مور يا اما اني ايه طبعا استاذ حسين يا استاذه حبيبه بسبب ثانويه عامه كيف بيذل انت عارفه ثانويه وضغطها وقرفها فالباشا بدا يضرب مخدرات ادي الجمل قدامك هاي السبع طرق قدامك شايفاهم تمام فنقول بقى كده كل اللي حسين بدا يعمله بص وين حسين وزن ثانويه عامه هنتكلم باعتبار ان ده وضع كان في الماضي When Hussein was in Sanawai Amma, he took drugs. He used to take drugs. He was used to taking drugs. Or he was used to drugs على طول. It was Hussein's habit to take drugs. Hussein was in the habit of taking drugs. الحمد لله. الحمد لله. فائل الواد دلوقتي. خلص ثانوية ورجع بقى سليم. Hussein no longer takes drugs. Takes drugs. No longer takes drugs. عشان حسين مفرد. إنما إحنا كلنا الحمد لله خديجة بطلنا. يبقى we no longer take drugs. أو حسين doesn't take drugs anymore أو any longer. ماشي يا أستاذة؟ تمانية وآخر واحدة اللي هي subject would will will infinite. هنا بقى هلاقي الأستاذة خديجة مناخيرها أحمرت وعنيها ازرقت وبدأت تتنح ليه؟ ايه ده؟ ايه ود دي؟ فبقول لك اعتدى ان فليه؟ امتى بعمل كده؟ طيب معلش يعني اللي انا عارف انها بتعبر عن عادات الماضي ومتأكدة جدا جدا منها مثلا used to ايه الفرق ما بين used to وود؟ اقول لك بص يا ست البنات الفرق بين used to we would والانفينيتيف ثلاث حاجات بالظبط تاني كمان مره الفرق ما بين used to would ثلاث حاجات بالظبط بص يا ستي واحد وما فايدة زياد كده حامكم الله وما فايدة زياد تعال لي هنا تعال بس جنبي اقف ورايا عشان تبان في الكاميرا بس انا عاوز الكاميرا قولي لي الراجل ده ظاهر ولا لا بالظاهر طب يوطي يعني تعال ورايا كمان معلش 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 كده ظاهر برضو طب حركيله بقى عشان نشوف وشه
هل انا لو جيت وسالتك يا عبد الرحمن يا ايمن انت والاستاذ خالد الراجل ده بالدقن دي بنسبه كام في الميه انثى؟ صفر، صح كده؟ بنسبه كام في الميه انثى؟ صفر. بنسبه كام في الميه راجل؟ 100%، صح كده؟ تمام. السؤال بقى لما تيجي تتكلمي، شكرا يا استاذ زياد، انا بس معلش انا اسف ان انا مشيتك بس قلت يعني صيام وكده عشان بجهزك في اللي انت هتعمله بعد كده مع اسماء لما تيجي تجاوب. او بقى الحكاية دي مع اللي انا قلتها مع زياد ايه اللي استخدمها مع يوز دي تو؟ عندكم شك قد ايه ان يوز دي تو بمعنى اعتدى انه بتعبر عن العدد الماضي بنسبة كام في المية؟ لا في 1%، 1% يوز دي تو في 1% هي بنسبة 99 بتعبر عن عادات الماضي. بنسبة 1% لو هتستخدمي وسيلة وحطيتي is او are used to تبقى infinitive بمعنى يستخدم لي، ولو for تبقى verb ing برضو يستخدم لي، زي the camera is used to take photos the camera is used for taking photos. ادي 1%. وخدي بالك ده لو سبقتها بإز كمان او بوز، انما لو هتستخدمي السبجكت يوزد تو والانفينيتيف اصبح بنسبه 100% معناه اعتاد ان يعمل حاجه في الماضي ودلوقتي ما بيعملهاش. ولكن وود بنسبة كام في المية لما هتشوف وود والمصدر في الجملة هتبقى متأكد ان دي بتعبر عن عادات الماضي؟ Would you open the door? Would you mind giving me a book? If you studied hard you would get high marks. Would you tell me the answer? ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده وود ليها اكتر من استخدام كمان، فكان لازم افصل القضية دي. اقول لك بس بص يا عم صلى على النبي، هو انت مش عاوز تستخدم وود بمعنى اعتدى؟ طيب انت لما بتيجي تقول انا كنت متعود اعمل الاكشن ده في الفترة الفلانية when I was young او تقول for years، مش انت كنت بتعمل كده؟ ماشي. بص بقى ده لو انت عملته مع used to صح، او ما عملتوش برضو صح. يعني سواء قلت مع used to when I was young او for years تمام، يعني سواء اشرت الى المدة التي اعتدت القيام بالحدث خلالها او لا، الاثنين تمام. يعني اقول when I was young لما كنت شاب I used to travel. طيب مش عاوز اقول when I was young يا جوانا، عاوز اقول I used to travel a lot وخلاص. صح كده؟ صح وكده صح. انما يا استاذه جوانا لو حضرتك عاوزه تستخدمي وود لازم الاشاره الى المده الزمنيه التي تكرر خلال الحدث. يعني لازم تقولي when I was young لما كنت شابه I would اللي اختصرها بوستروف دي travel a lot. يبقى used to مش لازم اقول when I was young or for years، انما مع وود يا شوقي لازم اقول. ادي اول واحد. حلو. اتنين يا باشا صلى على اللي يشفى فيك. استاذة حبيبة
لو انا جيت ابص هنا كده يوز تو يا امي وركزي في الحته دي اكشن وستيت اكشن وايه انما وود اكشن بس انما وود ايه يعني اماني used to eat used to be الاثنين صح اماني would eat a lot when she was young كده صح انما انك تقول لي اماني would be fat اماني would have او تستخدم لي اي فعل استيتف اكس 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 ما ينفعش ما ينفعش ان انت تستخدم يا باشا would مع استيتف لازم يبقى يا نور اكشن اخر حاجة بقى يا استاذة ياسمين استاذة سوري اسماء الكلمات ديت يا زياد always ويوجوالي يا اختي واوفن الكلمات دي بتيجي قبل used to ليه؟ لانه بتعمل معاه على انه باست سمبل تنس فبيحط الكلمات دي قبله لازم تيجي بعد would لان كده كده الادفرب لما بيكون عندي اي تركيبة بتتكون من كلمتين فعل مساعد وفعل ناقص الادفرب بيجي في النص فتبقى would always would usually would often نقول كمان نقول كمان يعني الكلمات always usually often تيجي قبل used to تيجي بعد would يبقى ثلاث فروق يا اسماء واحد لابد ولازم الاشاره الى المده الزمنيه مع would مع used to لا مع would لازم تستخدمي action مع used to عادي action و state مع would الادفرب أو frequency always و often بتيجي بعده مع used to بتيجي قبل أقول تاني أدي الفروق الثلاثة يجي أحمد بقى بيه شوقي نلحقه كده هو لسه صاحي ونقوم سألينه سؤال أحمد بص أحمد الله يبارك لك انا التركيبه دي يا احمد اللي هي بتاعه الوسيله is used to والمصدر والوسيله is used for والverb ing احنا ما اختلفناش ان هي بمعنى يستخدم ليه صح يا حماده بس حماده لو present habit بقى يعني عاده في الحاضر يعني حضرتك يا حماده بتعمل حاجه وما بطلتهاش لغايه دلوقتي تعمل ايه يا اما بتستخدم usually والpresent simple يا حبيبه يا اما بتستخدمي يا حبيبي تابوكي فيرب تو بي في البريزنت اللي هو ام ويز وار يوزد تو والفيرب اي ان جي او الناون يا اما سبجكت ام ويز وار اكستمد تو وبرده فيرب اي ان جي او ناون يعني لو جينا قلنا يا حسين حسين يوجوالي سبيكس انجلش حسين حسين is used to speaking English او حسين is accustomed to speaking English انا كده خلصت يونت 10 كجرامر بص يا جوانا جوانا played in the street جوانا used to play in the street جوانا was used to playing in the street حلو كده الكلام جوانا no longer plays in the street جوانا doesn't play in the street anymore or any longer جوانا was in the habit of playing in the street It was Joanna's habit to play in the street. Joanna would play in the street. ادي الثمانية. طيب لما نيجي نفرق ما بين would و used to. Used to مش لازم إشارة للفترة اللي تكرر خلال الحدث. مش لازم أقول when I was young for years. مع would لازم. مع used to action with state. مع would action بس. مع used to always قبله. مع would always بعده. ال present habit. Usually with present simple she usually sleeps حاجة استخدم is used to sleeping عندك ما زال يستخدم لي أو sorry يستخدم لي is used to infinitive is used to for verb ing ده لو الفعل غير عاقل
مش بيتعود. زي the camera is used to take photos, the camera is used for taking photos. ده خلاصة الدرس اللي انا قلته عشان ما نبقاش ناسيين. نفي بس used to في الباست, didn't used to او never used to. وصلت تفهم؟ طيب اسماء حلي خلي بالك زياد باصص لي. هي هي اسماء اللي هتجاوب المفروض. هي يا بابا اول واحده يوز دي اسماء بتشوفي اسماء اسماء بتشوفي صح دي يا حبيبتي ابوكي. طيب ودوينج يا اسماء وبتتكلمي وين شي واز يانجر. يبقى ماي جراند ما دوينج ذا هاوس ورك اون يور اون. مين في دول اللي بيجي وراهم فيرب ان جي اسماء؟ طب ما تقولي واز يوز تو. تمام السؤال اللي بعده سما هيلب يا خديجة مام with the cooking when she was a little. Infinitive خديجة ايه used to. برافو اسماء. سلمى helping mom with the cooking when she was a little. مش سمعك يا اسماء. was used to. طيب سما helps mom no longer اللي هي لم يعد. طيب سما helping mom with the cooking when قول يا باشا طبعا when she was young. طيب اللي بعديه استنى انت بقى عمر هشام ويوسف هشام في 7 يا رجاله when on holidays I became لذاز I got used to swimming every day. يا راجل يا طيب بقول لك I became used to زي was used to زي got used to. دول كمان مره became زي got زي was. يبقى هيجي وراهم الثلاثه ايه؟ ING. يبقى الاجابه ايه؟ خش يا باشا when on holidays I used swimming every day. ايه؟ I used to go. ايوه بس لسه to go. مش go. طيب استاذ عبد الرحمن ايمن والاستاذ خالد when he is في الجمله اللي بعديها when he was he usually تحت when he is when he was is يبقى اقول ايه يا خالد يا ياسين قلنا 100 مره ان is دي present فتتابع الأزمنة present فهتبقى stays up late إنما الجملة ماضي فهتبقى stayed up late. ربنا يسامحك يا ابني. ما أنت أول واحدة قلتها غلط أصلا. هل صح والله؟ حقك على أنا آسف. I'm sorry. حلو؟ يبقى الأولى هتبقى stays والثانية هتبقى stayed. طيب استاذه حبيبه امضي buying a flat cost far less money in the past. خلي بالك ان كوست يكلف ده ستيتيف ايه ايوه ايه طبعا عشان يوز ذا تو كوست انما ود ما يجيش معاه كوست. طيب نمبر 12 whenever I saw my mom was okay I be يا قلبي هي بي دي مش استيتيف ايه اللي هي بي استيتيف ازاي ود مع بي يبقى الاجابه يا فندم ثانيه
مفيش طب التانية معلش ما خدتش بالي. بس انا سايمون كده برضه ماشي قولي ماشي. يبقى هنا هتبقى used to be over the moon. طيب number 13 when I was a little child I watched cartoon. طب انا عاوز اقول لك بقى على حاجة هنعمل تعديل بس بسيط ان رقم 13 A and C A and C بالظبط لان would تمشي و used to تمشي ففي رقم 13 A and C. طيب يا عبد الرحمن بيقول لك في نمبر 14 my mother get me presents very often. عبد الرحمن سعادتك اتفضل يا فندم. اكيد ود يا فندم. اللي بعده 15 my mother to get ماشي يا فندم. اللي بعد كده يا فندم my mother get me presents متعادة تاني ود برضو. طب اللي بعده يا فندم when he was young my grandpa very smart A and B طبعا لأن looked بدأ ده stative we used to ego or stative but he used to look عمرها ما هتبقى would look طبعا. كده احنا خلصنا grammar unit 10 كامل او unit 10 كامل خلص. نيجي بقى نبص ايه يا بابا. بص بص انا قلت لكم ان خلاص احنا تقريبا كل unit كلام فارغ اللي فاضل ماشي يعني اليونتين اللي فاضلين احنا هنبتدي مراجعه وابتديت المراجعه بقى لي حصتين اللي هو بدات انكشكو في اللي فات عشان كده. والاسبوع ده يعني يوم الجمعه باذن الله هتنزل اول حلقه من حلقات المراجعه اللي هي هتكون كتاب اي 1 تريجر. هبعت لكم الكتاب كامل بي دي اف وانا قاعد اراجع معاكم بحل بحل في حاجات احنا لازم هنركز عليها. طيب كلمات يونت 10 صعبه نشوف يعني لو الموضوع صعب نشوف. طب انا هسال بقى السؤال استاذ زياد هروح البيت هيقوم ماسك الكلمات وهيقوم ملخص ام اليونت ده كله على بعضه في ورقه وش وضهر فلوس كام. اه والله places of cultural interest يقوم عامل ايه في الورقه الفلوس كام. ورقه deduction وورقه يتكلم فيها عن الباست هابتس وتكتبهم بايدك يا عم زيكو. عملت كده خلاص سبت المعلومه. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب نبتدي نبص بقى للكلمات اللي موجوده وركزوا عشان كلكم هتحلوا معايا. bargain column والعمود هنا مقصود بيه عمود عادي لو عمود في صفحه زي ده انما العمود في مسجد او في عماره بيبقى اسمه بيلر ماشي. come across اللي هي meet by chance يقابل بالصدفه. dedicated زيها زي devoted بمعنى متفاني. structure مبنى. archaeology علم الآثار. طيب عاوز أقول عالم الآثار archaeologist. associated يعني linked مرتبط ماشي مع. wonders heritage site landmark الأهرامات landmark ساعة بيج بن في إنجلترا landmark. كايرو تاور عندنا landmark. معبد أبو سمبو landmark. برج ايفل في فرنسا لاند مارك علامات بارزه او مميزه. امال ايه لاند فيل؟ لاند فيل اللي هي اماكن دفن القمامه او الخرابات. طب ايه لاند سلايد؟ هيل من التراب مبنى بيقع بينزل وراه البقايا بتاعه البيت لاند سلايد ماشي. مونومنت ماف ايزيس وزريس ومن الغوله خرافه اللي هو انت بتطلع عفاريت وشخصيات وهميه بتعمل حاجات مش طبيعيه ده اسمه ماث. اوبسرفاتوري اللي احنا وقفنا عنده نشوف الهلال من يومين. الابريت يعني اكوريت. انيرث يستخرج بالحفر زيها زي
excavate التنقيب excavate on earth. اللي بعده picturesque يعني wonderful يا عم زيكو. Bort remains temple tourist attraction seller inhabit region. طبعا زيكو الكلام كلام فارغ صح؟ تيمو يلا. A is a special building from which scientists watch the moon and the stars. مبنى الناس منه بتشوف القمر والستارز. Observatory مارس. طيب Kite Bay Citadel is one of the most important in Alexandria. Landmarks شطوره. لاند فيلم قالب قمامه. لاند سلاد هيل من التراب. لاند لورد مالك العقار. طيب The pyramids are a living showing the scale of their builders the pharaohs. C monument. Bravo. طيب Abu Simbel is the site of two which were carved اتنحتوا into a cleft. Temples معبدين. In Greek love is personified by the goddess Aphrodite. Meth D الأسطورة. طيب The ship will have to spend 10 days in for repairs after surviving the heavy storm. ايه يا فندم؟ ان ايه؟ بي بورت يعني المينا او السفينه هتقعد 10 ايام في المينا للاصلاحات. طيب is the study of ancient societies. هتبقى رقم دي archaeology. تمام. Number 8 we have a duty علينا واجب to preserve our heritage and pass it to our children. يا باب علينا واجب الحفاظ على التراث وتمريره لأطفالنا. cultural heritage التراث الثقافي. اصل economical اقتصادي. اللي بعد A teenager's special problems are usually with bad habits they start at this stage. رقم A associated with bad habits مرتبطة يعني العادات الاجتماعية للمراهقة مرتبطة بالعادات السيئة اللي بيبتدوها في المرحلة دي. طب some tribes بعض القبائل still ما زالت تسكن the remote mountains and jungles of some African countries. B يسكن inhabitants سكان. طيب اللي بعده A site is a natural or man-made place مكان من صنع الإنسان that is recognized as having great international importance and therefore protected by the UNESCO. موقع الأثري. Heritage. تمام اللي بعده It's believed that the Great Wall of China was built during that of many emperors. عهد او عصر. ايه رين ديزاين تصميم رول دور دي كده عقد 10 سنوات انما ار اي اي جي ان واين عهد ار اي اي جي ان ار اي اي جي ان واين 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 اللي بعد اتفضل يا لاند فيل اماكن دفن القمامه يا فندم اسمها لاند فيل سايتس حضرتك اللي بقى عارفه الخرابه اللي في طريق الواحه كده سعادتك والزهراء تلاقي ريحه معفنه هناك كده ليه بقى عشان دي لاند فيل سايتس خرابات سعادتك اللي بعد اد ذا هيستوريكال بلاي في المسرحيه التاريخيه يا حمدي ذا اكترز اند اكترسز wore ارتادوا كلوثس من اوف ماني بيسز ايه بي elaborate clothes ملابس متقنه made of many pieces مع مسلسل تاريخي انا ما ينفعش مثلا اطلع امثل الفرع العصر الفرعوني بملامس للاشوريين او العكس فلازم الموضوع يبقى elaborate مظبوط ملابس جلديه يلبس ايه سموكين يعني ما يعني ايه يعني ايه انت لابس سيريس ولا لابس حاجه فاني ايه اللي انت لابس يعني انا سوري معلش اقدر احددها ازاي يعني
لا وحيات ربنا ما تقوليش انا اسف, بس قولي ايه الفرق. انا يمكن انا اللي جاهل, ايه الفرق ما بين السيريس كلوذس والفاني كلوذس؟ انت لابسه سيريس ولا فاني يا خديجه؟ طب ما نقول عليه كاجوال, ما نقول سيمي كاجوال, ما نقول فورمال, ما نقول سيمي فورمال, ليه سيريس وفاني يا انسان؟ اللي بعده, ها, building at the site was stopped after monuments were earlier this week. يا حبيبه حبيبه المباني at the site was stopped بعد ما اثار الاسبوع اللي فات. يعني انا هبني عماره, بصي بضرب في العماره دي 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 قمت لقيت تمثال لنيفرتيتي, حلو كده, قامت الناس مصوته نيفرتيتي واخواتها اثارهم تحت الارض, فهنوقف الايه عشان مين؟ نيفرتيتي. فهنا الجمله بيقول لك ان المباني في الموقع اتوقفت بعد ما الاثار ات ايه بدري الاسبوع ده, يعني اثد اكسكفيتد اتحفر عشانها. ايه نمبر بي يعني يحفر يا بابا دريلد, هو الاثار اللي اتحفرت. يعني انا لما لقيت نيفرتيتي قمت جايبها, خد يا بنت نيفرتيتي بتمثالك ده, ودي دي 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 حفرت في التمثال نفسه, لا يجوز. وكارفد يعني برضو نحت في التمثال, يعني مش عجباني يعني نيفرتيتي انت تخنانه شويه, وقمت جايب بقى حضرتك مفك وحاجات واحط ايه اكارف فيها من الجناب او اغطيها. انحت مين؟ انحت تمثال منحوت, يعني هي تمثال منحوته انحتها. اكسر من مين؟ منحوت من نيفرتيتي من اثار. لا استنى استنى, تعالي يا اسماء, تعالي يا اسماء, تعالي هنا, مش قادره ايه يوم يا بت. انت عندكم 18 سنه ومحسسين ان انتوا مالكم في ايه؟ تعال كم الف سلام صلى على النبي. انت حضرتك لو انت جبل, انت جبل, فانا هجيب ازميل, ازميل الادوات بتاعت النحت, واقوم حضرتك هنحاتك كجبل عامله كده كده, اه مالكيش ملامح واضحه على هيئه انسانه بالمنظر ده, ده كده انا بكارف غير حلو. فانا لما عملت لك كارفنج نحتك, فانت بقيتي ايه؟ ستاتيو تمثال, قمت راميكي 3000 5000 17000 20 سنه تحت الارض, 1000 سنه تحت الارض, 2000 سنه, فلقيناكي بقى مين اللي لقيتك؟ جوانا. فجوانا هتقوم مطلعاكي يا تمثال يا اثري وتنحتك تاني ليه؟ انت منحوته, ما انت منحوته صحيح, ما انت لوحدك منحوته, يبقى ننحتك تاني ليه يا حاج؟ عادي اه فضى شبت شباب, بطلوا بقى شغل سبيس تون اللي انتوا بتتفرجوا بعقليته ده. يبقى اللي جابها تبقى ايه يا بنتي؟ اخر واحده اللي هي ايه؟ اندر ايرث او ان ايرث. اللي بعديها بقى ابو الشوق بيقول لك there are plans, في خطط يا ابني, to build a new steel, عشان نبني مكتب من المعدن او برج معدني, to replace that that was damaged by fire. تاني there are plans, هناك خطط لبناء steel office tower, برج معدني, to replace, ليحل محل المبنى اللي دمرته النار structure. انا مستني هو اللي يقول B structure. طيب خش يا حماده, ويب سايت الموقع may have many different web pages for you to click on and انت يا دنارين رايح ويب سايت عشان الاقي هناك ويب بيجز تو كليك اون, عشان اكليك عليها واشوف الدنيا. ما انا في سايت اهو, ويب سايت في ويب بيجز. وريني صوابعك تاني,
ما ثبتهم عشان اعرف اعد. اربعه اخترعهم. يعني انا اخش على النت عشان اخترع المواقع، اخترع الصفحات، استكشف اعرف ايه اللي جوه. يعني ايه استكشف بقى؟ علي صوتك يا خالتي قولي له، اما اسمعكيش علي صوتك قولي له اكسب له. خلاص اللي بعد. انما انوفيت يبتكر وكرييت يبتكر وانفنت يخترع، الثلاثه ما ينفعوش. السؤال اللي بعد، استاذه روضه The Great Pyramid of Giza is one of the seven of the ancient world which is still admired everywhere. يا بنت اهدي، بقول استاذه روضه. Wonders، روائع. اللي بعده، نعم يا فندم. Inventions يعني برضو يعني اختراع، يعني مش عارف لو اختراعات للموسيقى انت بتتكلم بقى سيبه هو يقول. كمل كلامك يا فندم، انت بتتكلم صح، وجهه نظر. ايوه ايوه، والمصريين برضو عملوا حاجات ما كانتش موجوده قبل كده. بس كانوا كام يا راجل يا رخم؟ ده بيقول لك the great pyramid of Giza is one of the seven and the ancient world. باينه. يبقى ايه بتاع الانشنت وورلد السبعه؟ العجائب. ايوه العجائب دي بقى اللي هي بيه. طيب مالهاش علاقه بالانفنشن. انا لا اختلف معاك تماما، انت بتتكلم صح، بس سياق الكلام يحكمني. وصلك؟ اللي بعد، والله يا ابني لو الدنيا كلها زريبه وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه، اقسم بالله لا انا كنت هبقى هنا ولا انت هتبقى قاعد قدامي ولا كنت خدت اي حصه، وكان كل واحد يعمل فينا اللي انا عاوزه. حط الصوديوم على الميه بمزاجكم وما كانش ينفجر، واتنفس ثاني اكسيد كربون ويطلع اكسجين، يعني فاهم؟ الدنيا كانت تبقى لايطه. يعني لو في الكلام ده اتمنى، يعني كنت اتمنى ان الكلام يبقى كده. لا اله الا الله، والراجل يخلف والست هي اللي تشتغل، يعني ده انتوا جيل عاوزين تغيروا نواميس الكون عشان ما تطلعوش غلط. ماشي، ارجع اكمل. روضه، قال ايه قبل ما اعيط يا روضه؟ ذا فوتبلر از جوينج تو هاف سيرج. بص بقى، استني دي بقى، جراحه ايه على ركبته تو ديسايد ذا سيريسنس اوف هيز انجري. انت رايك ايه؟ سي انت اموره، انت رايك ايه؟ لا سبحان الله، اتفقت معاها المره دي. ماشي، يعني الجراح لاعب كره القدم هيعمل جراحه استكشافيه. عارفه الجراحه بالمناظير؟ يدخلوا المنظار كده في رجلك في اي حته في جسمك عشان يشوفوا الدنيا فيها ايه. دي اسمها ايه بقى؟ اكسبلوراتوري سيرجري. طب يا ضنايا، بيقول لك سبيشال ميموريال نصب تسكاري. نصب تسكاري، عارفه المنصه يا فاطمه؟ منصه بتاع الاصنام اللي بنينا عند ايوه ايوه، بنينا ليه بقى؟ to commemorate martyrs، لاحياء ذكرى الايه؟ شهداء. ماشي، يبقى was built in a of great heroes at war. ايه اونر، نبي قمر يا روضه. اللي بعد يا روضه، ايهاب our neighbor is really a man who cares much for his family. C devoted. ايوه كده جوانا، ركزي. Doctors find it difficult to face the problems with cancer treatment. C المرتبطه بعلاج الكانسر. The Karnak dates back from around 2055 BCE. A the Karnak temple dates back. ايه رايك في الكلمات فاطمه؟ صعبه؟ طيب نبص بقى للكلمات اللي هنا. نفس القصه برضو يا استاذ ايمن. appreciate archaeological ramp، كلنا في الشارع عارفينه. ايه الرامب ده؟ يقول لك عاملين رامب جديد. الناس اللي عندهم ديسابيليتي بنعمل لهم رامب. وممكن اعمل رامب علشان اكسر عربيات الناس، ده رامب برضو. والله المطب. ماشي، diversity classify contemporary cultural mummy mark document evidence دليل uncountable expedition. تحب السفر؟ اقولك نطلع وادي الريان وبعدين نقوم طالعين مثلا منطقه زي الشلالات،
ونقوم طالعين بالليل حضرتك كده واخدين بيتش باجي وعربيات ونمشي في وسط الصحراء في سينا في دهب. في دهب بقى تبقى احلى لما بتطلع لي في مناطق بقى معينه فوق الجبال والصخور وتشوف كل ده اسمه ايه؟ لا ده مش فيلم، ده حقيقه موجود الكلام ده. ده في الصيف ان شاء الله ان شاء الله يعني لما تنجحوا كده وتجيبوا المجاميع قول يا رب هنعمل رحله لهناك الصبيان. اللي عاوز يشوف الحاجات دي اوريها لك. ده في دهب يا فندم للصبيان دهب. ما بيروحوش بنات ده كده كده. ليه ما بيروحوش بنات؟ لا تروح مع ابوها. ما خدش بنتها ابقى مسؤول عن بياتها يا اما، خلينا في الصبيان. دول بيتهم وعادي. لو عمل مصيبه ايه؟ هيضرب جرسون؟ هيضرب صاحب الفندق؟ ولد هخلص معاه. انت لا يا اما. اللي بعد. قصدك شميته. لا ما تقطعيش. بص والله اتخضت والد. لا ما تقطعيش. شميت هو الهوا بيبقى فيه هيدرو كتير. ما اعرفش. خلينا نكمل. اكستينكت هيريتج كارف نصف صيام يا اخوانا والبيض موضوع على بكوميك هاندين ديج اب بيك اب ديستروي لوكيشن جورد ديستراكشن مورال وموز. الله على الكلمتين دول. انا هرسم الموز على المورال. بص يا سيدي يعني ايه اسماء؟ هقول لك اللوحه الجداريه اللي كانوا بيرسموها الفراعنه زمان الالهه والناس والكلام ده والموز دي الملهمه ماشي اللي هي ربه الالهام. كل واحد ليه ملهمه بقى يقوم راسمها جنبه واخده بالك؟ يرسم الموز بتاعته فين؟ الفراعنه كانوا قريبين مننا. هو تحريف لكلمه موزه خلوها موز واخده بالك؟ وبيرسمها فين؟ امورال واخد بالك انت؟ ما ايه؟ غزال دير. لا انا اصلا يا ام دبل او اس اي. اللي بعد اوفيشال اوريجينال انتربريت لايت هاوس سراوند ديسكفري ان كفر رويال داون ووردز ايرثكويك انترنس رونز اكسبلور فارم هاوس فورت اوثنتيك. وانا بحب اوثنتيك. حب اوثنتيك. حبوا اوثنتيك اوريجينال حبوها. والله جودس بريسيرف كونسيرف هوم سكيرد اركيولوجيست ارت اوثوريتي بيلونج بيري بيلر بريتي ريكوجنايز ريجن روكي هيل توب سكابتشر سينجل ستاتيو تونج تو اندرنيث يونسكو يونيون تراديشنز ان كلير. وكالعاده يا يمنى يا جوانا ولا ايه هنحل الجزء ده من الكلمات. بس هنا جوانا انا ليا تعليق. معلش يا جوانا بحاول اخف عليك بس في المذاكره شويه. في صفحه 141 ايه الفرق ما بين الهيريتج والانهيرتنس؟ اسمع ربنا يديله صحه ابوكي. ايه في ايه بتضحك على مقال؟ لا طب ربنا يديله صحه هنضحك على ايه؟ ابوكي بعد عمر طويل ساب لك انت واخواتك فلوس متلتله قد كده حلو. فاللي يتساب ده اسمه انهيرتنس. انما جدك خوف وخفرع ومنقرع سابولك هيريتج. يعني خوف وخفرع ومنقرع سابولك هيريتج اللي هو ينقل من اجيال السابقه تقاليد وثقافات وقيم وفنون. انما جدك يا بابوكي سايب لكم انهيرتنس. ما سابش؟ ماشي نرجع نكمل. While visiting the museum وهو بيزور المتحف the students learned about the ancient heritage اما متجاوب هيريتج كده كده. the siblings الاخوات were in dispute كانوا في نزاع over their father's will على وصية باباهم and how the inheritance وازاي الميراث should be divided. طبعا الصبيان هيبقوا عارفين ده جدا جدا وبالذات بتوع علم الرياضة. في فرق ما بين الكيرف وكارف. كارف اللي هو انحناء انما كارف كارف ينحت وكارف اللي هو الميل او الانحناء. علم الرياضه ما تعرفيش؟ في الماث انتوا ما بتعملوش حاجه غير ان انتوا قاعدين ترسموا في كارفز من اول السنه. في الفيزيكس انتوا قاعدين ترسموا في كارفز. انما كارف ده اللي ابوك هيعمله فيك يوم النتيجه. والله العظيم ده الاهالي هتكارف فيكوا لما تقول يا بس.
يا أستاذ شوقي. The artist spent hours in the workshop trying to detail the figure. يا باشا الفنان قاعد ايه يكارف. شوقي شوقي كارف. والثانية صوتك واطي صوتك يعني صوتك واطي يا شوقي. انا اقول له صوته هو مش جاية معايا. صوتك واطي. الاولى كارف الثانية كارفز منحنيات خطيرة. طبعا اكسبيديشن رحلة استكشافية انما الجيرني يعني انتقال من مكان لاخر اسباب مختلفة عادي. بس احنا دلوقتي لما بقول after month of preparation يا ديجا بعد شهور من التجهيزات فرقتنا set out to explore the region لاستكشاف المناطق expedition واضحة. انما لما اقول اثناء ليه across Europe journey across Europe. طيب حبيبة حمدي انت من البنات اللي انا appreciate them بجد يعني انت والبت اسمها روضة وجوانا رغم انها عبيطة وساعات بتعمل العبط البت خديجة بت اسماء فاطمة لما بتركز انتو I appreciate you. وانت يا تسنيم والله كمان ما تزعليش حك عليا. وانت يا نور ليه بقى بقى appreciate حضرتك عشان محترمة وبتذاكري وبتاخدي بالك من مصلحتك كده انا appreciate. انما حضرتك لما اجي اجوزك كاب انا estimate انت هتصرف عليك قد ايه هجيب لك تلاجة بقد ايه مش هابريشيت التلاجة هاستيميت المصاريف بتاعت التلاجة. يبقى استيميت بتقدري حاجة قيمة كمية وزن مدة مادية تنتني حاجة معنوية. طيب يا زياد شوف بقى اول جملة انت هتابريشيت ولا هتستيميت. هي متجاوبة ابريشيت ليه عشان انت ابريشيت الهلب. طيب نيجي للكلمات اللي في لسن 3 و4 عشان يبقى كده خلصنا اليونت كاملا. طبعا كل اللي في الحواشي اللي في النص اللي ما حلناهاش دي هومورك اكيد يا خديجه. خديجه البنات معروفين يا خديجه ان هم بيحبوا الشغل بايديك. تحبي ايه الشغل بايديك يا خديجه؟ يعني اكيد كبنت في حاجه بتشتغليها بايدك. يا طبخ. ما بص ما البنت يا طبخ يا رسم يا مزيكا يا كروشيه يا ايه يا تريكو. اهو هو لازم البنت بتبقى فيها الكلام ده. الصبيان قليل الا اذا كانت والدته فيه الليله دي. دي بقى اسمها ايه عشان اللفظ ده مهم جدا عندي. ارتيفاكتس اللي هي التحف او المقتنيات الفنيه. اوير اوف بينيفيشال دام ديديكيتد ايموشنال اسينشال ميز ماشي. Gateway, Healing Highlight, Mausoleum. زرتي Mausoleum قبل كده خديجة؟ سنة ولا شيعة خديجة؟ سنية؟ سنية. بص يا خديجة عندنا في مصر في ناس بيحبوا يزوروا الأضرحة وده كفر ولا عياذ بالله. هل؟ لأنك بتروح تتبرك إيه؟ عارف سيدنا الحسين؟ لما بيروحوا يتبركوا بالضريح بتاعه ده اسمه Mausoleum. قبر سيدنا الحسين اللي بيحصل زي في النجف في العراق تمام. ده كفر لانك بتتبرك بانسان وبتستغني عن مين؟ عن المولى عز وجل. انت بتطلب من انسان وميت لا حول له ولا قوه ان هو ينفعك وبتسيب الخالق عز وجل. ده اسمه ايه بقى يا فندم؟ Mausoleum. Moving must see وده compound noun لازم تفهمه كويس. Not to be missed initial مبدئي. Preserve well preserved the sapphire فك الشفرة. Well worth elaborate precision alleyway carved into. آخر حاجة Absolute accessible approximately thorough branding aspect situation original aesthetic attraction to aid maintain livable mysterious negotiate. صح negotiate conserve open air. Absolute accessible approximately arrow wrapped aspects association original authentic attraction locate maintain medieval mysterious negotiate one third open air barad
passage, passionate, intricate, variety, مول برنس عبد الرحمن. خش يا أستاذ زياد. Beneath, captivate, categories, championship, civilization, fashion, collection, craft, inspired, display, entire, entry, locally established, facilities, tour, fiction, finals, front, golden, grand, hidden, exception. Beneath, captivate, categories, championship, civilization, coffin, collection, craft, inspired, display, entire, entry, locally established, facilities, tour, fiction, finals, the front, golden, grand, hidden, exception. أبو الشوق. معرض يا فندم. معرض. تفضل يا لا لا ليه؟ مش خريج مدرسة أجنبية برضو؟ ماشي. عمر هشام. يلا فنان. من أول بري ستوري. Prehistoric priest willing to hold a revealed confession with the viewer. شايف. Royal room, scary scene, section, shopkeeper, shy, side, spectacular. Species. لا, spices. دي توابل غير species تانية فصائل S-P-E-C-I-E-S. Spices, surgery. Talkative. هراي. Transport. يعني سجل او يسجل prehistoric priest willing promote rebuild refreshing reviewer royal rule scary scene section shopkeeper shy side side spectacular spices survey talkative transfer transport record وكده نكون خلصنا unit 10